تعلق فراولة مهمة على مستوى وطني، وخاصة يعني في مدينة قربة اللي تحتل أكثر من 95% من المساحات وأكثر من 90% من الإنتاج المقدر السنه ب 17000 طن، زيادة يظهر لي 5% بارابور العام اللي هو إنتاج مهم. واحنا اليوم حبينا نحضر معنا زاد السيد مع السيد الوالي مع السيد النواب مع المشروع الاهميه نتاع اللي عنا على الزراعه نتاع الفراوله. تعرفوا زراعه الفراوله مهمه على خاطر صحيح المساحات ماهيش كبيره، اما الاستثمار فيها والكتار يتكلف حتى فوق في ال 50 مليون في ال 50 الف دينار، دونك انفستمون مهم ويخدم يعني في برشا فلاحه. ثم حتى صناعات غذائيه، ثم وحده نتاع تصنيع نتاع الفراوله معناتها باش يستعملوهم بعد في البريباراسيون تاع الياغورت، دونك يخدم في برشا ناس وعنده اكتيفيتي باهيه، ثم حتى تصدير نتاع الفراوله هذا. دونك احنا نحبوا نشجعوا عليه الكولتور هذا، وثم زيد حتى انتاج نتاع الشتلات التونسيه، يعني ثم حتى منبت التونسي قاعد ينتج في الشتلات نتاع الفراوله، احنا نحبوا نشجعوه باش يكون متواجد حتى معنا اليوم باش نقصوا من التوريد. وكما تعرفوا الانخرام نتاع الميزان التجاري، نحبوا نشجعوا اكثر على الانتاج المحلي وحتى انتاج الشتلات المحليه. وهذا هو يعني ان شاء الله يكون مهرجان باهي ويعد خير، ان شاء الله ترجع للعاده هذه اللي كل سنه في مدينه قربة يتم مهرجان الفراوله، واحنا ما نجمو كان نحيي الشيء هذا ونشجعوا عليه. ثم مناطق اخرى بدات تنتج كما جندوبه، يعني حتى شويه في بنزر، ثم مناطق واعده اخرى قربة يعني معروفه عندها تراديسيون، يعني عندها في الشيء هذا نجمو نطوروه، لكن نجمو وقتها نخمو زاده في فتح اسواق جديده على خاطر الانتاج المحلي اللي موجود هذا يكفي السوق المحليه وشويه للتصدير. كان نحبوا نكثروا في المساحات لازم نخمو في الترويج نتاعها، شنو نجمو نعملوا بها؟ يمكن نجمو ننتجوا فاريتي نتاع فريز اللي اي تمشي اكثر للتصدير ولا تمشي اكثر للتحويل، على خاطر مهم باش نجمو نلقاو اسواق قبل ما نخمو في الاتساق. بالنسبه للسنه ان شاء الله احنا عاملين تقديرات بالنسبه للفراوله في حدود 17000 طن، قاعدين ديما نواصلوا لمرحله المتابعه للتاكد من الرقم هذايا واللي تقريبا باش يستقر في الحدود هذيك. ننتظروا زياده تاع 1500 طن بالنسبه للعمناول. كما تعرفوا الفريز من معنا الفراوله بالنسبه للسنه مشى في ظروف حسنه من الاول، ولو انه حاليا يشهد بعض الاشكاليات على المستوى الصحي، الحاله الصحيه بتاعه فما شويه قلق قد ياثر على المنتوج في نسبه معينه، ولكن كمان ديما 17000 طن ان شاء الله نوصل. مسالك الترويج، الفلاح كيما تعرفوا يبيع سور بلاس، يبيع في المارشي دو غرو في لي مارشي دو غرو في لهنا، وكيما يبيع في تونس، معناها هذا مسالك التوزيع العاديه. تصدير الفراوله في كميات تقدير معناها قليله، معناها ما فماش كميات كبيره، فما شويه سورجلي، فما بعض الشركات اللي تعمل الفراوله للتصدير قاعده تواصل في نشاطها، بعض عشرات الاطنان نقولوا معناها تخرج سنويا للتصدير. هي مواكبه لمهرجانات الاتحاد نقولها تحت اشرافه، ونحن كما نقولوا في فرح كبير اليوم هو مهرجان الفراوله هذا، وكان سابق للاعراس، يعني نحن عباره كما نقولوا تظاهره منظمها الاتحاد، وهي مبادره من الاتحاد المحلي بقربة من ولايه الاتحاد الجهوي، منها تبعه مرجع نظر الاتحاد الجهوي بنابل. ونحن بالنسبة لنا نحن نشجع كل مثل هذه التظاهرات اللي تحث الناس على الإنتاج والتنظيم، وكما قلنا في مثل إحدى معناها إيجاد آليات لترويج منتوجاتهم والتعريف بالمنتوج الجهوي. إن شاء الله تكون دورة ناجحة، وإن شاء الله نعاودوا اللي عملوه كباراتنا بكري ونحاولوا نحسنوا مخي. والدورة هذه هو مهرجان في نفس الوقت معرض فلاحي، كل الشركات المشكورة اللي مساهمة معنا ومدعمة الاتحاد المحلي بتاع الصيد البحري ومدعمة الاتحاد التونسي بالأخص معنا في التظاهرة هذه، وش تعرض الخدمات متاحة للفلاحتنا، وإن شاء الله تكون دورة مزيانة.